مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة أخبار الفجر المغربية والفجر السبور، نرحب بكم هذه المرة ماشي من القاعات مغطاة القاعات الرياضية لكرة القدم داخل الصالات، ولكن نرحب بكم من استوديو قناة أخبار الفجر المغربية. ودائما لربط جسور الروابط معكم من خلال هذه الحلقة اللي غادي نحاول نقربكم من ثلاثة ديال المحاور، اللي هي الخبير هشام دقيق اللي كيتواجد حاليا بالجزائر، وكذلك استقالات بعض المدربين، وكذلك كاين صورة مثيرة للجدل غادي نخليوها حتى الأخير حصة من هذه الحلقة هذه. فكما عودناكم، حنا دائما الهدف ديالنا هو تقريب الجمهور من كل ما يجري ويدور في حق الكرة القدم داخل القاعة عفوا، بعيدا عن أي تشويش أو أي إثارة. حنا الهدف ديالنا دائما ملي بدينا، مادام أن مدينة القنيطرة تعتبر رائدة في كرة القدم داخل الصالات، فأكيد الإعلام ديالها خصو يواكب هاد الريادة وكذلك ياخذ بيد هاد اللعبة. والحمد لله لحد الساعة متفوقين، وهذا بشهادة جميع الرؤساء والتقنيين وكذلك بعض اللاعبين، وما ننساش كذلك التشجيعات ديال الجماهير الرياضية. كما ذكرت هناك ثلاث محاور، فكاين المحور الأول كما قلنا هو الخبير هشام دقيق، وهذا غيجرني أنني كذلك بكل اعتزاز وفخر أنني نقدم الخبير اللي معنا تحنا في هذا الميدان ديال كرة القدم داخل الصالات، الزميل مهدي القشيني. مرحبا بك. شكرا لك سي عمر، شكرا لجميع متابعين أخبار الفجر المغربية والفجر سبور. الحمد لله، يعني كلمة خبير نوعا ما ثقيلة عليا، كنحاولوا نتعلموا، ميدان شغوفين به أبناء القنيطرة، أبناء المغرب، حلينا عينينا على الفوتسال. أكيد درنا واحد هذا الهدف ديال الفوتسال، هو هدف نطلق من واحد الشرف، ونتمنى نكونوا موفقين فيه. أكيد كنعاود نجدد التحية لجميع الرؤساء، جميع المدربين، جميع المشجعين واللاعبين، منهم أحيانا كاين اللي كيتصل بيا مع جوج الليل مع واحد الليل ما كاين مشكل، تقول يا الله يرحم بها الوالدين. الحمد لله هادشي ما كيشجعنا إلا باش نقدموا المزيد. أكيد وكلمة خبير عفوا ماشي كبيرة عليك، لأن فعلا تستحقها، وهذا من خلال الشهادات اللي كنتلقاوها من عدة تقنيين كما ذكرت أو رؤساء أو لاعبين، فتستاهل. وهذا اللي كنقول أنه غيجرنا باش نتكلموا على الخبير اللي كنعتزوا به جميعا كمغاربة أولا وكقنيطريين ثانيا، وهو سي هشام دقيق. سي هشام دقيق الآن كيتواجد في مهمة وكلته لها الفيفا، الآن كيتواجد بالجزائر وبالضبط بالجزائر العاصمة في دورة تكوينية لأشقائنا في الجزائر، من خلال المواقع وتتبعنا دائما، لأن كنتبع كل صغيرة وكبيرة على مسؤولين رياضيين ديالنا، فعلمنا أن كان استقبال حار خصو به المسؤولين الجزائريين الأشقاء الإطار الوطني والخبير سي هشام دقيق، لأن غير في الاستقبال في المطار سمعنا أن جميع المكتب ديال كرة القدم داخل الصالات بالجزائر كان حاضر، وهذه لأول مرة كتسجل. كذلك الإشادة بهشام دقيق وخاصة بالمنتخب الوطني المغربي من خلال الأشقاء الجزائريين، خلال عدة صحف اللي تبناها سواء ورقية أو إلكترونية، فالجميع يشيد بالعمل الجبار اللي قام به هشام دقيق. رأيك مهدي؟ ما أفسدته السياسة أصلحه الفوتسال، لأن في وسط العاصفة اللي كاينة دابا، العاصفة السياسية، وحديت على أن مجرد عاصفة سياسية وليست عاصفة ما بين الشعبين، تمكن بدون إقحام السياسة في الرياضة، يعني بمجرد عمل رياضي وبالعباءة الثالثة، يعني عنده العباءة ديال النخب الوطني، عنده العباءة ديال المدير التقني، وعنده العباءة ديال خبير فيفا بعيد عن الجانب الإنساني، تمكن أنه يدخل. وكنت تابعته في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني واحد الشهادة استثنائية يصفونه أولا الخبير الوطني المغربي هشام دقيق، يعني في وسط المسألة وأنه يحظى بذلك القيمة، وفرحانين يعني ما كيدكوش كاع السياسة في هذا الأمر، يعني
كيقدوه. وتابعت واحد الصفحه جزائريه يعني متعصبه للجزائر بهذا المعنى، رغم ذلك قالت لك يشرف الكره العربيه والافريقيه والعالميه في الفوتسال. يعني صراحه مساله ماشي غريبه على هشام دقيق، المتابعين اللي كيعرفوا هشام دقيق وانت تابعتي عن قرب يعني منذ الطفوله ديالو، السيد عطى الفوتسال حقه واي حاجه عطاتها حقها فاكيد غيجي النهار غتاخذ حقك. وهشام دقيق دا كيتخلص دابا من حقه، ما كنتحدثش على الخلاص المادي، ذلك جانب اخر يستحق اكثر مما ياخذ الان، لكن له من الشهرة على المستوى العالمي صراحة واحد المجهود كبير. وهذه الخطوة اللي غيقوم بها أتمنى أن تكون تلك اللي غترجع التلاحم ما بين الشعبين المغربي والجزائري. نعم، للتذكير فقط فهشام دقيق من الأطر الوطنية المثقفة، لأن ما بس عندك أمباكاز ديال مثقف مطقم على مستوى أكيد توصل لهذا المستوى. وشخصيا كما ذكرتي مهدي أنني واكبت هشام دقيق ملي كان صغير، الان ماشي المجال باش نهضروا على هشام دقيق، لا هشام دقيق نخصوا له حلقه خاصه ان شاء الله ملي غادي يرجع وغادي يكون ضيف هو، نخليه هو يحكي على المسار ديالو. ننتقل بسرعه الى نتائج الدوره الثامنه للدوري المغربي كره الصالات مع الترتيب. وصلنا للمحور الثاني، المحور الثاني مع الأسف ما كناش نتمناه ولكن اللي حصل حصل، وهو الاستقالات في صفوف بعض المدربين ديال القسم الوطني الأول كرة القدم داخل الصالات. مدربين عندهم وزن، مدربين قدموا الشيء الكثير للأندية ديالهم، شلنا الأندية ديالهم بين عشية وضحاها يعني بين الموسم الماضي وهذا الموسم، أن طيرات سواء في أسلوب اللعب أو في كيفية اللعب. مع الأسف كنا كنتمنوا أن هذه الأطر الوطنية هذه الكفاءات أنها تستمر، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله احنا ما عارفينش الخبايا ديال هذا الشيء. ولكن اللي وصلنا أولا أن عصام أوديز المدرب ديال فريق خبازات انفصل مع الفريق تراضي، وكان عندنا اتصال به مباشرة. نخلي المهدي أنه يتوسع في هذا الميدان، لأن كما ذكرت كيبقى خبير، وخبير لأنه هو اللي كيصطاد هاد المعلومات الحصرية، يعني كنقول الحصرية، لأن كان كذلك استقالة ديال سي المهدي الإدريسي اللي هو مدرب ديال الفريق تيت من الليل، أنه غادي خبر حصري غنقدموه على أخبار الفجر المغربية وفجر سبور. مهدي، ماذا تقول عن هذه الاستقالات وفي الظرفية بالذات؟ صراحة شيء مؤسف. غنتحدث أولا على عصام أوديز وعاد نتحدث على المهدي. عصام أوديز كان عندي حديث مع سي عصام من خلال البلاغ ديالو، من خلال الحوار اللي درنا انا وياك، كان عندي حديث مع عبد الى يعني رئيس اسود الخبازات، هو انفصال بالتراضي. باش نوضحوا الامر، يعني سواء عصام سواء رئيس سواء المصادر الخاصه ديالنا، يعني ماشي شي مشاكل ما بين الاداره وما بين عصام، لكن عصام حنا عارفين انتزامات الشخصيه ديالو، عندي واحد المسؤوليه تجاريه ثقيله داخل مدينه القنيطره، مدرب الحراس مع المنتخب النسوي اللي في مرحلة جنينية وكي عنده واحد مجهود كبير باش ينقب، والظروف العامة ديال العمل ديال أسود الخبازات. أسود الخبازات الله غالب كما كنقولوا تقوم بواحد مجهودات كبيرة وكيقدموا لنا واحد منتوج كروي رفع صراحة كيمتعني بشكل شخصي، ولكن كما كنقولوا تلاقوا خوت وتفارقوا خوت. يعني عصام أوديز هذه ثاني تجربة لي مع أسود الخبازات، لأنه هو اللي كان طلعهم في المراحل الأخيرة من القسم الوطني الثاني وضع لهم القدم في القسم الوطني الأول وخلاهم جاهزين، وكانوا مدربين آخرين أكفاء وهاد مرحلة. بالنسبة لمهدي، مهدي هذا خبر حصري، أنا تصدمت البارح
اللي كيتبع امل جوج تمليل في القسم الوطني الثاني اللي هو اول فريق من مدينه الدار البيضاء كيتواجد في القسم الوطني اول منذ 6 مواسم، يعني منذ مغادره شباب الوفاق. وحنا عارفين مدينه الدار البيضاء العقليه ديال كرون فوت وتفرض على عقليه الفوتسال بابناء الدار البيضاء كما تمكن مهدي وبواحد قدره تكتيكيه فنيه اللي كيشهدوا بها الخبير الوطني سي هشام الدقيق وكتعتز الزملاء ديالو سي مهدي الادريسي من خلال التواجد ديالو في المستوى الثالث الاخر بمركز محمد السادس. يعني كان لي حوار مع بعض الزملاء، مهدي عنده واحد هو المستقبل ديال المدربين ديال الفوتسال في المغرب. يعني عندنا واحد الطبقه ديال الاسماء، ما غنذكرش واحد الاسماء باش ما يتقلقوش عليها اسماء اخرى، ولكن مهدي كنوضعو مع المستقبل ديال الفوتسال المغربي. التصبيق قال لي اخويا مهدي هذه هي الادوه الحد ديالي ما يمكنش نزيد اكثر. صراحة مؤسف، مازال كنحاول نتصل مع رئيس الفريق ديال امل جوج تتمليل ما تمكنش، اكيد غنجدد الاتصال باش ما نطيحوش في دائره التشويش كما كيقولوا البعض، وانما كنحاولوا نقدموا المعلومه في اطار الارتقاء بالفوتسال المغربي وليس التشويش على احد دون الاخر. بغيت نتكلم على واحد الجانب اللي دائما كنغفلوه وربما غنفاجئك به مهدي، وهو الحكام. حكام دائما ما كيتعرضوا لانتقادات وكذا، ولكن هي مناسبه مهدي اننا ننوهوا بالتحكيم ديالنا اللي وصل الى اعلى مستوى من خلال السي خالد هنيش او الحكام الاخرون، لانه بصراحه كيقدموا مستوى رفيع. انا اللي بغيت نجرك غير الترشيحات اللي كانت مؤخرا او بعض الحكام انه خداو رئاسه بعض الجهات، الحكام في الجهات ديالهم، يعني داروا جمعيات حكام في بعض الجهات، كنظن كاينه جهه فاس مكناس، اظن جهه سوس وجهه طنجه تطوان الحسيمه. نعم، هذه هي المناسبه بغيتك انت شخصيا تهني هاد اكيد كلهم زملاء. سواء في جهه سوس عندنا سي عزيز الفاضلي اللي انتخب رئيس جمعيه حكام كرة القدم داخل القاعه وكره الشاطئيه، يعني هذا الجمع العام الجديد، وجمع عام تاسيسي جهه طنجه تطوان الحسيمه انتخاب واحد الحكم اراه شاب اكيد انت تحددت لي عليه علي مرات اللي هو السي يوسف ايت الحماد، حكم خاصه ياخذ الشارات الدوليه هذا العام على الاقل او للعام الجاي، ما خصوش يزيد تعطل اكثر، لان شفنا الكفاءه ديالو شفنا الصرامه ديالو، يعني كيكون معك صادق قبل المباراه كيدخل وسط المباراه كتشوف وجه اخر، يعني التحكيم والصرامه، وهذا هو البروفيل ديال الحكام اللي كنبحثوا عليه. كنهنى صديقنا سواء سي عزيز سواء سي يوسف وتمنى التوفيق لجميع الحكام. هذه خطوه غتعاونهم على التدبير، غتعاونهم باش يوضحوا الحقوق ديالهم اكثر، لان كاين كنسمع احيانا الظلم، ما يمكنش نتكلم لان ما عنديش ملف كامل باش ما نتسماش كنشوش عليهم. انت يعني كنتمنى تعطي المفعول ديالها باش يوضحوا، يقول لك ها شنو خاصنا شنو كنديروا ها شنو ما كنديروش، هذه باش تنفعهم كثر باش ما يبقاوش دائما في ديك الدائره. كما كنقول ديك الجانب المظلم ما عارفينش شنو واقع عليهم، احنا محقورين علاش محقورين الله اعلم. هاد الجمعيه كتاثرهم وكتقول لنا شنو كاين، يعني جمعيه غير رسميه مستقله عن الجهات الرسميه اللي هي العصب الجهويه. اكيد، ولكن خصهم ما يشوفوش الجانب الاسود من هاد العمليه وياخذوا كقدوه سي خالد هنيش، لان اولا كنباركوا ليه وكنهنيه على المستوى الرائع، انه شرف التحكيم المغربي بكل صراحة بالنتائج الدورة السابعة للقسم الوطني الثاني بشطريه مع الترتيب. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى المحور الأخير من استوديو فوتسا، ومع الأسف هي صورة مثيرة للجدال، ما كناش كنتمناو أن نشوفوا بحال هذه الصورة هذه، خاصة في ظل المستوى الرفيع اللي وصلت ليه كرة القدم داخل الصالات. أننا هذا رسالة كنوجه للمسؤولين، السادة المسؤولين الجماعيين، راه الفريق الوطني المغربي وصل الى ربع نهائي كاس العالم، واش في اخباركم ولا في اخباركمش؟
إذن على الأقل على الأقل وجدوا بنية تحتية للممارسين اللي مارسوا في أجود حالات. خليكم أنا مع الصورة والتعليق لكم. هذه كذلك أنت أكيد كتهبط المستودعات، هبطت عدة ملاعب سواء في المغرب لأنك زرتي عدة ملاعب، اش تقولنا على هذا المستودع ديال مدينة القنيطرة مع الأسف اللي هي رائدة في هذه اللعبة؟ أنا ديما نبدا بواحد الجملة وحدة، حسن عوان وبعبد الله وبعبد الله وحسن عوان كل حارس ديال قاعة الفوتسال بالمغرب، لأن ما كنشوفش البارح حتى تدريبات أحد الفرق لقيت بعبد الله مسكين داك الشتا نقالي فيه ستير كلهم غارقين بجوجهم كيحاولوا بواحد الإمكانيات محدودة. النهار اللي طاحت البولة زقلات اللعاب بعض الله جا كيجري هو عبد العالي ديال التحدي يحاولوا، باقي الفرق ما غاديش نزكي أحد المدن، ولكن مثلا باش نتحدث مثلا على أحد القاعات مثلا قاعة قصر كبير، قاعة العيون، نسبيا بعض القاعات في الجهة الشرقية في الجهة الجنوبية في مدينة الدار البيضاء، فعلى الاقل كتشوف قاعه نوعا ما كتحمر لك الوجه على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي ما نبغيش ملي توصل 2024 امل ساعود ما لعبش، مالكنيه ما لعبش، راه حتى هاد القاعات راه هي باش اللعاب كيوصل تماك كتلقى ديجا عنده واحد الاصابه يعني وكتعاود له. ما نبغيش مثلا مسؤولين يبقاو هكا وفي المونديال يبكيو، الا هما شافونا راه المسؤولين هنا ما شافوناش. على مستوى رياضي أتحدث، على مستوى آخر أتركه للمختصين. مع الأسف مع الأسف مع الأسف ما كنتش كنتمنى بين الصورة، ولكن نخليكم مع هذه الصورة هذه ومعذرة على بشاعة الصورة، وأضرب لكم موعدا في حلقة أخرى من استوديو فوتسال. إلى اللقاء.